والذي نحن فخورون بأنه نجح، وسنقوم ونعدكم بأن تكون هناك لقاءات أخرى إن شاء الله بحول الله، وسنكون أحسن إلى أحسن، وسنستمع إلى جميع التوصيات من خارجنا، سنعمل على تحقيقها، وإن شاء الله سنوافيكم كذلك بهذه التوصيات. ونتقدم بالتهنئة لكافة المشاركين على نجاح هذا الملتقى، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية شكر وعرفان مرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ملك المملكة المغربية. بكل معاني الفخر والاعتزاز تتشرف الجهات المنظمة والمشاركين في الملتقى التالي في المناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات الذي عقد بمدينة طنجة خلال فترة 15 و17 نوفمبر 2022 تحت الرعاية السامية لجلالتكم، وبالتعاون بين المنطقة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمركز الإسلامي لتنمية التجارة والمناطق الصناعية طنجة المتوسط، بأن يرفعوا لجلالتكم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على تكرم جلالتكم بإضفاء رعايتكم السامية على هذا الملتقى وعلى جهود جلالتكم المباركة في النهوض بالعمل العربي المشترك ورعاية مؤسساته، وعلى العناية السامية والرؤية المتبصرة لجلالتكم حيال تطوير وتنويع الشراكات الاقتصادية للمملكة المغربية على مختلف دول العالم، وعلى تقدم حكومتكم الشيخ رشيدة من دعم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين لأداء مهامها وتحقيق أهدافها. حفظ الله جلالتكم ورعاكم وأمدكم بالصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة التقدم والتنمية والازدهار للمملكة المغربية، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وكافة الأسرة الشريفة، والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. رئيس عادل صقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، السيد عبد اللطيف أفيلال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.